من ايمتى لك ناطر على سيرفيس؟ صار لي شيء حوالي نص ساعة حاليا. كل يوم تنطر هيك نص ساعة ولا أكثر؟ يعني أغلب الأيام ساعتين، ساعتين ونص تقريبا. على أي خط؟ بهلولية. كل شيء شي ساعة ساعة وشو على أي خط؟ بهلولية. والله هلا في زحمة دائما، الظهر بيكون في زحمة كثير يعني، والصبح بكير وقت اللي بيكون واحد نازل ضيعة نفس الحالة، بيصير أحيانا بنطر واحد ساعتين، ساعتين ونص. بقال حتى الله سبحانه وتعالى يسرى، يا بياخذ طلب، المجموعة بياخذوا طلب سيرفيس، طبعا بيدوبلوا الإجرة بالنسبة لل شي ساعة. على أي خط؟ خط الزبر برابجمة. السبب الرئيسي بتوقع أنه أغلب السيرفيس ما عم تشتغل، يعني على الخط في أكثر من 10-15 سيرفيس، عمليا السيرفيس اللي عم تشتغل أربع سيرفيس أو خمس سيرفيس. أكثر من ساعتين، ثلاثة. على أي خط؟ الزبر برابجمة. ما في سيرفيس. ما في مواصلات نهائية. حتى من الجامعة كنت ناظر على الجامعة تمت شي ساعة واقف لحتى صار لي سيرفيس على سكوبة. كل بنفس المعاناة، كل يوم كل بنطر ساعة وساعتين و بنخش بسيرفيس الخط الغريب عم نروح ب 1500 ب 1000 شو بدنا نعمل؟ أنا معاناة كل يوم نفس الشيء، وإنه هاي مستمرة يعني ما يوم يومين، صرنا هلا فترة نفس الشيء، نجي من الدوام بدنا ننطر. يعني جاي من هلا من الجامعة وقف هون هلا انطر بالكراج، بفتح يعني انا بقعد على الرصيف وبفتح بقعد انا بدرس للمادي لبكره، هلا اكثر من ساعتين انا ناطر سياره لاطلع وبنزلي نفس الشيء، لما بدي انزل على الجامعه انا كمان نفس الشيء، يعني ما في سير، بدي وقف كمان انطر اكثر من ساعتين، يعني لما بيكون عندي دوامي الساعه 9 الصبح انا لازم فيق من الساعه 5 لحتى اقوم ظبط اموري واطلع وقف على الطريق استنى سياره، واحيانا ما بنزل كمان، احيانا ما بيصير لي حتى انزل الكراج. عامية زحمة، إلي شي ساعة وشوي واقف، داري ساعتين. عندي أولادي بيتأخروا أربعة على الجامعة، الصبح بينزلوا. كل واحدة تاكسي بتنزل، ما بنوصل لسيارة. هالزحمة كل يوم نفس الموديل ونفس الغنية ونفس الموال. يعني لأيمتى؟ بدنا نضل عايشين هيك بهالوضع هذا؟ والله حرام، يعني حرام اللي عم بيصير بهالبلد حرام. يعني اللي عم تجي من دوامها بتكون هلكانة بدوامها، بتطلع تتجي على الكراجات تتوصل على بيوتها بتوصل الساعة 5-6، ما هو طبيعي هالشي هذا والله. شو بتطلبوا من المعنيين بهيدا الأمر؟ والله يتوفر السير بشكل يعني يوصلنا على بيوتنا، نحن تعبانين بعملنا يعني نوصل بزمن صحيح. بس لازم أقول له حلي، شو بنطلع سيرفيس طلب أحيانا ب 2000 3000 على الراكة، نحن موصلين راتبنا كله ب 60-70 ألف أو جزر طري. انه على اساس ما في حطونا بالسيارات في شيء يراقبوا الخطوط يراقبوا كذا، بس حكي ما بعرف والله. يوفروا لنا هيك ويدققوا موضوع السيرفيس، لانه ما يصير تصرفات ما كويسه بالنسبه للمازوت عم ياخذوه يبيعوه، يعني الواحد بياخذ طلبين ثلاثه وبيوقف. يعني رفع كميه المازوت للسيرفيس لحتى تحسن تشتغل اكثر من نقله، ويراجعوا موضوع السيرفيس اللي ما تشتغل على الخط، يعني مسجل على الخط في اكثر من سيرفيس مسجل على الخط ولا ما عم يداوم على الخط، فيراجعوا يتابعوا، بدنا متابعه لهالشيء. بس انه بس يزودوا سيرفيس بالمادة المازو وحتى يصيروا يشتغلوا اكثر. شو بتطلبوا من المعنيين بهيدا الامر؟ بدها طلب، لسه بدها طلب، انه بدنا نوصل على بيوتنا، بدنا ننزل على دوامنا، يعني نحن مطلوبين نداوم، كيف نجي مشي الصبح؟ يعني مطلوبين نداوم ومنرفع عقوبات اذا ما داومنا. واخر شيء انه ليش ما اجيتوا على الدوام؟ ليه؟ ما انه ما في سير لحتى نجي على الدوام. والله يوفروا السرافيس، يوفروا لهالعالم اللي ما بقى عم تاكل لقمة الخبز، ما بقى عم بصير لها مثل العالم والخلق.